ديزني لاند. وفي حوالينا باركس كتير ومحلات لعب، هنشتري منها كل اللي احنا عايزينه. اوكي، بس هناك ما فيش صحابي ولا انا وجده. بابي انت بتوريني الصور دي عشان نسافر نعيش هناك؟ نو بليز، مش عايزه. اوكي يا روحي، مفيش اي مشكله. اوكي حتى انت كمان. يوسف عاوزاك. اوكي يا فوفا، يلا يلا. ملك ويوسف متخانقين وملك طالبه الطلاق. طب ولما ملك طالبه الطلاق انتوا رايحين تعملوا ايه؟ انا هخش اغير هدومي. ايه اللي انت بتقوله ده يا شريف؟ بتقول لك بنتك طالبه الطلاق؟ يلا تعالوا نشوف ايه اللي حصل. طب انا هنزل استناكم في العربيه. فرح، هو يكون اللي حصل بينهم ده بسببك؟ بسببي؟ بسببي ليه؟ ايه يا ماما، ما تنسي بقى الموضوع ده. انسى؟ انسى ازاي؟ وهو ده موضوع يتنسي؟ يتنسي زي ما انا نسيته، وبنتعامل عادي بقالنا سنين. والنبي يلا ماما ما تعصبنيش. على فكرة شرب المية وسط الأكل. بس دي معلومات مش مظبوطة خالص يا ملك. ازاي بقى؟ طول عمرنا نعرف إن المية في وسط الأكل بتعمل كرش. لا يا فيفي، مش موضوع كرش على فكرة، هي بس الفكرة إن هي مش بتساعده إنه يهضم كويس. الله الله على الناس اللي بتخاف على بعضها. نعم، قصدك يا سي شريف. لا خالص ولا حاجة. انت اجازتك هتخلص امتى يا يوسف؟ ما هي دي المشكلة يا طنط، اجازتي. Hey Mr. Anderson. How are you my friend? هو ده بقى قص المصايب. ما هو شغله برضه يا ملك، خفي بقى مش وقته. Yeah. I read the email and I'll respond in an hour. Sure. Okay. I will talk to you soon. ايه خلاص؟ هو مش قادر على بعدك قوي كده؟ معلش يا ملك، من المهم ولازم ارد عليه بسرعه. يا رب، امتى بقى يعملوا فرع للمايكرو سويفت ده في مصر هنا ونخلص؟ سوفت يا انا سوفت. ايوه يا حبيبتي، سوفت. شفت بعيني، محدش قال لي. يعني ايه يا تيتا؟ انا بتقلش يا لورا. ايوه بقلش يا فرح. عندك مانع؟ لا ما عنديش. ايوه بقلش. بتبص لي كده ليه؟ فيها حاجه دي؟ انا بقى بتدرب على القلش. وبعدين بذمتك ينفع انك تاخد واحده بتقلش وتعيشها معاك في امريكا؟ بصراحه ماما هتبقي خطر علينا قوي هناك. ما انا خطر عليك هنا. حكايه السفر دي يا يوسف. هبقى أكلم حضرتك بعدين. يعني الموضوع كله عن السفر؟ ما اسمهوش سفر يا فرح، اسمه هجرة. يعني أقعد سنة كاملة ولا أشوفك ولا أشوف ماما ولا أشوف بابا. أنا لما بيفوت يومين ما بشوفكوش ببقى مش على بعضي. لا طبعا، ده أنا أموت لو حصل كده. وأنا كمان. أمال أنا أقول إيه؟ طب أقول لك إيه؟ اروح اتكلم معاه. ايوه يا فرح، هو بيحبك وهيسمع كلامك ويقتنع بيه. طب استنوا بس الاول لما نشوف بابا هيعمل معاه ايه. انا طبعا مقدر انك عايز عيلتك معاك، بس انت لو سافرت انت ومالك ولارا ومامتك كمان اكنك بتقول لنا خلاص انتوا مش هتشوفوهم تاني. مين اللي قال بس كده يا انكل؟ اكيد هننزل اجازات طبعا، واوعدك كمان الاجازات دي هتبقى على فترات قريبه جدا من بعضها. يا يوسف انت مسافر امريكا، يا ريتك في بلد قريبه مننا كنت صدقتك. كل اللي سافروا قالوا زيك كده، هنيجي وهننزل زيارات
بعد شوية خلاص ما حدش بيشوفهم تاني. ثانك يو. هو ايه الموضوع بقى اللي انا سامعاه ده؟ هجرة ايه اللي بتتكلم عنها؟ حتى انت كمان يا فرح، معقولة يا جماعة؟ مفيش حد مقدر ظروفي؟ قدروا ظروفي شوية. يا عم والله مقدرين، بس على فكرة بقى أنا ما بتكلمش عن ملك ولارا وطنط بس، حتى أنت. أنا ما أتخيلش إن أنا أقعد سنة ما أشوفكش. على الأقل وجودهم هنا بيخليك ترجع علشان تشوفهم، لكن لو سافروا معاك هتنسينا. واو، ما كنتش عارف ده أنا مهم قوي كمان كده بالنسبة لك. أيوة طبعًا، ده أنت أخويا زي ما ملك أختي. على فكرة بقى أنا مش موافقة على الموضوع ده خالص. طب شوفوا، خلونا نأجل الكلام في الموضوع ده خالص أحسن دلوقتي. أنا بقول كفاية كده بقى. مالك حبيبتي، لازم تعرفي إني ما أقدرش على زعلك ده أبدا. وبعدين ما ينفعش اتنين زينا يتكلموا على فكرة زي الطلاق، حتى ولو فكرة، مش كده ولا إيه؟ عندك حق، بس كمان ما ينفعش يا يوسف نفضل عايشين بعيد عن بعض كده، لازم تلاقي حل. بصراحة في الوقت الحالي أنا ما عنديش أي حل، بس اوعدك اني مش هخلي اي حاجه ابدا تفرقنا عن بعض. انا ما اقدرش اعيش من غيرك. ولا انا كمان والله يا حبيبي، بس عايزك توعدني وعده تاني. هنطمع بقى، اتفضلي. قول لي الاول، انت المشروع بتاعك ده قدامه قد ايه ويخلص؟ لا ده تقريبا خلص خلاص، انه فاضل له خطوه صغيره قد كده عشان يطلع للنور. وبعدين الصعوبه في اطلاق مشروع مهم زي اللي انا شغال عليه ده انه بياخد وقت وتفاصيل كتير. هو المشروع ده عن ايه بالظبط؟ لا انتي، ده بعدك، دي مفاجأة كبيرة كمان. وبعدين بصراحة هو ممنوع اتكلم عنه. طب اديني أي فكرة يعني. لا بلاش، خلي كل شيء لوقته أحسن. طب هو المشروع ده ليه علاقة بالفيديوهات اللي أنت بقالك 4 سنين فلقنا بيها أنا ومامتك؟ أيوة يا بنتي الإيه يا زكية، برافو عليك. أيوة فعلا. وبالاختبارات النفسية. طبعا. إيه ده، هموت وأعرف. قلت لك كل شيء في وقته بيبقى احسن. ماشي يا سيدي، عايزك بس توعدني انه بعد ما يخلص المشروع ده تيجي تقعد معانا هنا اطول وقت ممكن. اوعدك يا حبيبتي، اوعدك كمان ان المشروع ده مش هيخلينا نبعد عن بعض ولا ثانيه. انا مش فاهمه اي حاجه بصراحه، بس الفضول هيقتلني. مش مهم تفهمي، المهم اني بحبك. ماشي، اهم حاجه ان احنا نصالحنا. انت روح يا ملك، وبعدين في حد ينفع يزعل روحه؟ بحبك قوي يا يوسف، ما اقدرش اعيش من غيرك يا حبيبي. انا بحبك قوي، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. ولا منك. ما تقلقيش يا حبيبتي، ما تقلقيش، مش مقلب طبعا. مقلب ايه بس، ده حاجه كده هتفيدني انا في شغلي. هو البتاع ده هيقول اذا كنت انا ذكيه ولا غبيه؟ دي يا حبيبتي من افضل الاختبارات النفسيه اللي نتائجها بتدينا في النهايه معلومات مفيده جدا لينا، بتخلينا نفهم يعني احنا بنفكر ازاي، وده طبعا حسب تركيباتنا النفسيه، وبنفهم كمان ايه اللي بيدور جوه السب كونشس، العقل الباطن. وخلينا نقول كمان شويه اختبارات اي كيو كده. انت طبعا فاهمه يعني ايه اي كيو؟ طبعا. طب والنتيجة هتظهر امتى؟ نتيجة ايه يا ماما؟ هو انت قاعدة في معمل تحاليل؟ أكيد هبقى غبية، أكيد. طيب نبدأ بأول سؤال؟ أكيد. أوكي، أول سؤال، جاهزة؟ أنت حاسة إنك ناجحة في حياتك؟ حاسة إني ماشية في طريق نجاح. لا، فاشلة. أكيد فاشلة، نجحت إيه؟ بس لسه مش ناجحة كفاية. لو أنت ماشية في طريق، هتتخيلي إيه حواليكي؟ إيه اللي هي هتبقي شايفاه حواليكي يعني؟ شايفة شجر، غربان كتير قوي، بحر، غربان كتير قوي قوي قوي، وخضرة كتير كده، وحمار براس كلب. وانا ماشيه في وسط كل دول حاسه بالامان بنسبه كام في الميه؟ اكذب؟ انت عاوزني اكذب؟ 70%. صفر. ده عشان انت معايا اكيد. طب لو دخلتي مكان ضلمه؟ انت سالتني وانا بقول لك انا بترعب من الضلمه، انت عارف. هل انت حاسه بالحب عشان انت مين، ولا عشان انت بتعملي ايه؟ نعم، مش فاهمه السؤال. الاثنين، علشان انا مين وعلشان بعمل ايه. بس خلاص، انا الحقيقه مش حاسه بحب
غير من لارا. بس اكتر علشان انا مين؟ ومراتك بتتقي شري، بس انا بحبها. انا زهقت بقى من الحكايه دي وعايزه اقوم اعمل ملوخيه. اوكي يا حبيبتي اوكي، اتفضلي. انا بحب الملوخيه برضو على فكره، انا بحبك انت كمان. وانا كمان بحب. ايه يا ماما خضتيني؟ انا اللي مخضوضه. مراتك بتقسم بالله ان هي شافت روحها. لا انا لازم اكلم الشيخ عيد عشان يجي هنا البيت. لا لا لا، الشيخ عيد ايه يا ماما؟ بيتهيألها حبيبتي. لا ما بيتهيألهاش، اصل انا حلمت حلم وحش قوي، وكلام مراتك اكد لي ان البيت هنا في حاجه مش كويسه، عشان الحلم كان عن البيت هنا. فوفا 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 حبيبتي، انا اخر واحد تقولي له الكلام ده، لاني اكيد مش هقتنع بيه ولا هصدقه. اوكي، لان كل الكلام ده كلام فاضي. انت حر، بس يعني انا لو جبت الشيخ عيد عشان يقرا قران هنا في البيت، ده هيضايقك في حاجه؟ لا طبعا، يجي يقرا وينور، القران بركه لاي مكان. انما لو قال لي ان البيت فيه عفاريت وجن والكلام ده، هطرده بره عشان نبقى متفقين. انت مش فاهم حاجه ولا عارف حاجه يا حبيبي. يا حبيبي انت راجل مؤمن وعارف ان الجن والسحر مذكورين في القران. فوفا فوفا، خليني اطلع الليمون لملك احسن. مش زي ما ينفع اللي انت بتقوليه ده، مش حد ينفع يقول كده؟ شفتي نفسك؟ دي بيتهيألك يا حبيبتي. معقول يكون بيتهيألي؟ لا لا لا، انا متأكده يا يوسف، متأكده. وانا بأكد لك ان دي تهيؤات. ملك، انا قاعد في المكتب اهو لوحدي، وبعدين لو معايا حد اكيد مش هيطلع انت يعني. مش عارفه، لا انا متأكده يا يوسف. حبيب قلبي الشطور، زي ما اتفقنا مش هنعمل اي نوتي خالص، وهنسمع كلام فرح. تمام؟ اوكي اوكي يا حبيبي. شكلك قمر. كم يوم؟ هم اليومين بتوع كل شهر بس يا حبيبي. اتفقنا؟ يا روحي هتوحشيني قوي قوي يا حبيبي. يلا يا لولو، شكلك قمر خالص. جاهزه؟ يلا بينا. اوكي، يلا 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 حبيبي الشطور. انت خلاص قربت تسافر؟ نيكست ويك. طب ما تبقاش تتاخر في النزول لمصر، والله بتوحشنا. والله انت نصابه. انت اصلا ما بتبعتليش مسج واحده وانا مسافر، هتقولي بتوحشنا. طب هتشوف بقى، جبته لنفسك، هتشوف المره دي هكلمك ازاي. بجد؟ ايوه. تعالي يا روح. يلا لولو. اشربهم بقى انت الاثنين. لارا جاهزه. ازيك يا بطه؟ وحشتيني. شفتي قوي قوي جدا، ايه الحلاوه دي؟ جاهزه؟ يلا بينا. لولو ما تتعبيش فرح وانا. ها اوكي. بقى خليني اشوفك قبل ما تسافر. اكيد. يلا باي باي يا ملو. باي باي، هبقى اكلمك. باي يا لولو. هاتي شنطتك. يلا باي. قولي مامي باي. باي. انت مسافر اسكندريه امتى؟ يعني على 9 كده. والله السفريه دي ملهاش اي لازمه. يا سلام، مش عرفك دي سفريه مهمه جدا، وبعدين هما ليلتين، احضر مؤتمر والعشاء وارجع على طول. قولي، هي فرح كانت بتقول لك ايه وانا نازله؟ على ايه؟ كنت سامعاها بتقول لك يعني هكلمك او حاجه كده. اه لا، اشربي نسكافيه بتاعها، سابته اصلا. والله ان انا بعمل النسكافيه وحش قوي. اوعى تقولوا لي ان لارا مشيت. ايوه فوفا مشيت. شوف البيت، البت معتبراني دي شاف البيت، ما بتعرفنيش الا عشان مصلحتها وبس. بنت مصلحجيه درجه اولى. لا لا ما تقوليش كده، انت ست الكل برضو. حبيبي تسلمني، ربنا يخليك ليا. بالحق في ناس بتوع صيانه بتوع الكومباوند كلموا في التليفون وبيقولوا عايزين يكشفوا على المواسير هنا، مش عارفه مواسير ايه، بس انت ساعتها كنت نايم. اوكي اوكي، سيبك منهم، دول عاوزين يعملوا اي شغل وخلاص، لما ارجع بقى اشوف الموضوع ده. ماشي. هو انتوا مش هتاكلونا ولا ايه؟ انا ميت من الجوع، ولا اطبخ انا؟ اه حاضر حاضر الاكل.
يلا حبايبي اسلم عليكم. يا حبيبي ما كنت تسمع كلامي وتسافر بالنهار احسن. يا ماما مش هينفع، المؤتمر بكره 10 الصبح، انا لو سافرت بكره الصبح مش هلحق اكيد. ماشي بس ونبي بلاش الجري بتاع بالليل ده. اوكي اوكي يا حبيبتي ما تقلقيش. وبعدين انا بعد بكره الصبح هتلاقيني قدامك. توصل بالسلامه يا قلبي. لا اله الا الله. محمد رسول الله. مش فاهم ليه حاسك زعلانه. انا لا ابدا انا مش زعلانه ولا حاجه، انا بس يمكن مزاجي مش حلو شويه. طيب شغلي لها فيلم ابيض واسود من بتوعها دول، يمكن مزاجها هيتعدل. يلا باي باي. استنى سلم عليا عادل يا حبيبي. باي باي ماما. سلام. اوفر قوي انت يا بابا. باي 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 باي. انا حاسس ان انا طالع الجبهه. مالك يا طارق؟ مش عارفه مش عارفه، انا حاسه ان قلبي مقبوض بس مش عارفه ليه. وانا كمان والله يا طنط. يا رب يجي بالسلامه. صيانة بتوع الكومباوند كلموا في التليفون وبيقولوا عايزين يكشفوا على المواسير هنا، مش عارفة المواسير ايه. حاضر يا ماما. بابي انا عايزه ادخل اوضتي. ليه يا روحي؟ مش مامي قالت تكملي اكلك؟ مش عايزه. ماما قولي لارا تكمل اكلها. قولي يا لارا. مش عايزه. اوكي حبيبي اطلع. يوسف مش كويس على فكرة، شرب المية وسط الأكل. الشيخ عيد عشان يقرا قران هنا في البيت ده هيضايقك في حاجه؟ لا طبعا يجي يقرا وينور، القران بركه لاي مكان، انما لو قال لي ان البيت فيه عفاريت وجن والكلام ده هطرده بره عشان نبقى متفقين. انت مش فاهم حاجه ولا عارف حاجه يا حبيبي. يا حبيبي انت راجل مؤمن وعارف ان الجن والسحر مذكورين في القران. ايوه مالك اللي شفتيه ده حقيقي، وفي نفس الوقت هو مش حقيقي قوي يعني، وده مش معناه انه جن او عفريت. اللي انت شفتيه هنا دي صورة من الهولوجرام بس very advanced،
وده البروجكت الجديد اللي انا شغال عليه. لا فسر لي اكتر. احنا شغالين من فتره على بروجكت اسمه MED، حلم الخلود البشري. كل حكايه اننا بنلبس وعي الانسان بدله جديده، بدله غير اللي خسرها بموت جسمه. تقصد ايه بدله جديده؟ هفهمك. جسمك وجسمي احنا بنتعامل معاها كانه بدله شيك، بس للاسف ليها عمر افتراضي، لكن وعي وفكر وذكاء الانسان ممكن يعيش للابد لو لقى لنفسه بدله جديده تحتويه، بدله جديده يلبسها، والبدله الجديده دي هي الـ MED. وده فكرته باننا بنخلد الشخصيات المهمه في حياتنا من الناحيه العقليه والنفسيه والسلوكيه، وده طبعا من خلال حاجات كتير قوي، اختبارات نفسيه وعقليه بنعملها لهم، وبناخد اراء شخصيه عنهم والتجارب والقرارات الخاصه بيهم، واحيانا كمان تحليل الجيني. كل الداتا دي بنحطها على السوفت وير، وبنستخدم الصور والفيديوهات علشان نخلق صوره طبق الاصل من الانسان الحقيقي اللي كان موجود، عشان نقدر نشوفه ونكلمه وناخد رايه كمان كانه موجود في حياتنا. ودلوقتي بقى عندي اكتر من كوبي. يعني انا في كوبي مني ومني ومن لارا ومن ماما. ولما دخلت عليا كنت بعمل تيست للكوبي بتاعك. هي بتتكلم؟ طبعا، بقولك صوره طبق الاصل، وكل ما بديها معلومات اكتر بتتطور اكتر، وده اللي انا شغال عليه دلوقتي. انا عايز اعرف سلوكها هيتطور لحد فين بالظبط. طب انا عايز اشوفها. لا لا لا، ما ينفعش. انت لولا انك دخلتي عليا وشفتي اللي شفتيه وتاثرتي بالشكل ده ما كنتش ابدا اتكلمت معاكي. وانا عايزك توعديني ان الموضوع ده هيفضل سر بيني وبينك، مش عايز اي مخلوق يعرف حاجه عنه. اوعدك يا يوسف، بس انا عايز اشوفها. خلاص انا شفتها كده كده فمش فارقه. حاضر يا ملك، حاضر. جاهزة؟ جاهزة. هاي يا ملك، ازيك؟ هاي يوسف، ازيك؟ دلوقتي انت قدامك ملك الشرقاوي، عايزك تستغلي الفرصة دي وتعرفي نفسك أكتر من خلالها. هاي ملك، أنا سعيدة إنك شايفاني، وأنا كمان أكيد شايفاكي، وأنا هستغل الفرصة إني أعرف عنك معلومات أكتر. هو أنا المفروض أرد عليها؟ بتتكلم قدامك ايه؟ رد عليها. لا مش معقول تكون حاسه بيا. الاحساس هو شكل من اشكال الادراك، وهي مدركه بوجودك دلوقتي، والا ما كانتش تتكلم معاكي. واوعي تفتكري انها ما بتحسش، هي بتحس زيك بالظبط، بتفرح وبتزعل واحاسيس تانيه كتير. كلميها. مظبوط. ده غير اني اعرف عنك حاجات كتير انت ما تعرفيهاش عن نفسك، وهفاجئك. لا 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 لا، كده غلط. هو ايه اللي غلط؟ انا مش فاهمه حاجه. الكوبي بتتكلم عن امور معقده جدا تعرفها عنك، انت نفسك ما تعرفيش حاجه عنها، وده عارفاه بناء على التجارب العقليه والنفسيه اللي انا عملتها لك، وده معناه ان ادراكها لسه مش كامل. بصي، واضح ان احنا مش جاهزين 100%. لا 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 يا يوسف، انا مصدومه، انا مش مبهوره باللي انت عامله ده خالص. ليه يا حبيبتي؟ فكري في الامور بشكل مختلف. البروجكت ده ممكن ينقل عالم نقله تانيه خالص. دلوقتي احنا لو متنا كلنا بسهولة جدا نقدر نرجع تاني ونعيش بإدراكنا وإحساسنا هو هو.
فيها؟ طنط فكري يا حبيبي. ملك مرات ابني. في حاجات عايزكوا تعرفوها وتفضلوا حافظينها على طول، تتعاملوا بيها معايا على اساسها. بتحبيني يا ملك؟ اه طبعا يا يوسف. ايه السؤال ده؟ وانت يا امي بتحبيني؟ طبعا يا حبيبي. هي في ام ما تحبش ابنها؟ مظبوط. عايزكوا تفضلوا معايا على طول، ما تخيبوش عني ثانية واحدة. مش قادرة أفهم الفيلم ده. ملك وإنتي؟ لا أنا فاهمة الفيلم كويس. هايل. ليه هي فاهمة وأنا لأ؟ لأن إمكانياتك وقدرتك العقلية مش مستوعبة الفيلم. ده غير طبعًا نظرك كان ضعيف ولغتك ضعيفة. بس أنت تقدر تطور ده بسهولة. لا لا لا، هي مبسوطة كده. مش إنتي مبسوطة كده؟ أنا مبسوطة طول ما أنت مبسوط. بس ليه ما تشغلش مسلسل أو فيلم أنا أفهمه؟ أقول لك على الأفلام اللي أنا بحبها؟ قولي سمعيني. إسماعيل ياسين في الأسطول. تصنيف العمل دراما كوميدي. تاريخ الإنتاج مصر 11 نوفمبر سنة 1957. خلاص. أفواه وأرانب. تصنيف العمل دراما. تاريخ العرض مصر 17 أكتوبر سنة 1977. خلاص خلاص. جعلوني مجرما. تصنيف العمل دراما جريمة. قلت خلاص. هو بيصرخ ليه؟ هو غضبان؟ مظبوط. أنا حاسة إن أنتي أذكى مني أو عارفة أكتر مني، لاني مدعومه بحجم معلومات اكتر منك. بس انا عرفت ان احنا نقدر نطور نفسنا لو في اتصال بالانترنت. انا حاولت لكن غير مسموح. الا اذا حد ساعدنا، حد غير يوسف. استني يا لورا، هو احنا بننزل من نفسنا كده؟ لا، عشان في سربرايز. سربرايز ايه؟ بابي قال لي ما اقولش. هتشوفي دلوقتي معايا. يلا بس. لا معلش، ممكن تقولي لي؟ مامي انا فكريه جوه البيت، هم رجعوا وخلاص. ايه، هو بابي قال لك كده؟ يس. ايه الهبل ده؟ يلا بس يلا. مامي انت فين يا مامي؟ انا جيت خلاص يا مامي. يا مامي بابي هو فين؟ مامي تعالي روحي، تعالي تعالي. انت ايه مالك؟ انت خاسه ولا ايه يا فرح؟ ما كانش بتاكلك بابي؟ هي ليه مامي مش في البيت يا بابي؟
رد عليها يا يوسف. جاية جاية ما تخافيش جاية. هي مش في البيت؟ جاية جاية شوية وتلاقيها قدامي. اطلعي اوضتك وانا هطلع لك بعد شوية. يوسف اللي انت بتعمله ده غلط. لارا متعلقة جدا بمامتها، والايام اللي فاتت كانت ابتدت تحس ان في حاجة غلط، ودي كانت فرصة كويسة علشان نقولها اللي حصل. فرح انا عايزك تطمني، وانا عارف انا بعمل ايه كويس، وانا اوعدك اني هفهمك كل حاجة، بس مش النهاردة. دلوقتي انا هخليك تشوفي ماما اوكي، بس عايزك ريلاكس اوكي. نو اي ام سو اكسايتد. اي نو بس خليكي جنبي هنا، هوريها لك وخليكي جنبي اوكي. جاهزه؟ يس. لارا لا يا روحي لا، ما ينفعش نقرب لها ولا نلمسها. عارفه ليه؟ عشان احنا دلوقتي شايفينها زي ما كنتي بتكلميني وانا في امريكا كده فيديو كول بنشوف بعض، فاهمه؟ مش هينفع نلمسها. ليه؟ عشان هي دلوقتي مش موجوده في جسمها، احنا شايفينها هولوجرام. عارفه يعني ايه هولوجرام؟ يعني فين مامي؟ انا هنا يا حبيبتي. بوفي سيبيني مامي. لا خليكي معايا، بس احنا هنكلمها هي معانا وهتعيش معانا على طول هي وانا فكريه، بس برضو مش هينفع نلمسها عشان هي مش موجوده بجسمها. لا يا حبيبتي انا هنا شايفاكي وسامعاكي، الحكايه بس كلها اني مش موجوده بجسمي، فاهماني يا حبيبتي؟ لا مش فاهمه. انتي زعلانه ليه بس يا حبيبتي؟ انا مسافره. انت ليه مسافره يا مامي؟ ارجعي بقى من السفر ده. اصل عندي شغل. بصي يا روحي، مامي وانا فكريه مسافرين بس هيفضلوا عايشين معانا بالطريقه دي لحد ما نروح لهم. هنروح لهم امتى بقى؟ بجد هنروح لهم امتى؟ هنروح لهم يا حبيبتي بس شويه كده. لا يا حبيبتي اسمعيني، انا موجوده هنا معاكي طول الوقت، وهنلعب ونضحك وهنعمل كل حاجه، وهعلمك حاجات كتير. كلي يا حبيبتي كلي. بابي امال ليه مش بياكل؟ هما مش بياكلوا عشان يمكن عشان ما عملتلهمش فول بالزبده. انت عارفه انا ومامي بيحبوا الفول بالزبده، ده يمكن عشان كده. بس انا عايزاهم ياكلوا معانا. طيب تحبي الاول نخلي انا اتعلمنا ازاي نعمل فول بالزبده؟ اوكي خلاص انا هعلمك ازاي تعملي الفول بالزبده. اوكي ازاي عرفوا بالحلم ده؟ ازاي عرفوه؟ انا هتجنن. ازاي؟
ما بتاكلش ليه يا يوسف؟ باكل اهو يا ماما. ملك بابا حبيبتي اطلعي اوضتك دلوقتي يلا يلا بسرعه شات داون. بابا ملك يا بابا. ملك ايه يا فرح؟ ده يوسف يا بنتي. بقول لك انا شفت ملك دلوقتي قدام عيني. طب ايه بس ايه؟ بقول لك شفت ملك عشان همسك عصبي. تعالي يا حبيبتي تعالي تعالي اهدي بس. خلاص بقى يا فرح اهدي شويه. هو واضح ان فرح عصبها تعبانه يا انكل. يعني ايه شفتي ملك؟ يعني شفتها زي ما انا شايفاك كده وانت خدت بالك وتوترت. وبعدين فين لارا؟ هو انا بتحقق معايا ولا ايه يا انكل؟ لا يا يوسف مستحيل ولا حاجه حبيبي. هو بس الحقيقه اللي هي بتقوله ده محتاج تفسير برضه. خصوصا ان انا شايف ان انت مضطرب شويه. ساكت ليه؟ ما ترد. هو بما انكم كده كده هتعرفوا النهارده او بكره فانا فاهمكم. بس أرجوكم تفهموني كويس. تعالوا معايا على المكتب. ودلوقتي بقى عندنا صورة شبه متكاملة من ملك. يعني ملك موجودة وعايشة معانا. ولارا كمان ابتدت تتعود على وجودها. طبعا الكلام ده كمان بالنسبة لماما. ودلوقتي هخليكوا تشوفوا ملك. لا أنا مش عايز أشوف حاجة. ملك بنتي مش هنا. ملك في دار الحق عند اللي خلقها. اللي انت عايز توريها لنا دي باطل الباطل. انت عايز ايه؟ عايز تتحدى الموت؟ الحقيقة الوحيدة اللي في حياتنا عاوز تمحيها؟ حرام عليك يا اخي حرام. براحتك يا انكل. بس انا اسف مع احترامي الكلام حضرتك. كلام حضرتك كله غلط. لانه لو صح يبقى العلم غلط. لانه امراض كتير زمان كانت بتموت ناس وبالعلم والطب قدروا يلاقوا لها حل. ولسه انا عارف ان انا مش هقدر اقنعك. بس انا عايز اقول لك ان اللي بتعمله ده غلط. وانا مش هسمح ان لارا تتعرض للمهزله دي. بس لارا دي بنتي وحفيدتي. طيب بابا مش يمكن تدي فرصه نفهم الموضوع احسن؟ مش يمكن يكون في اي ايجابيات؟ الموضوع ده ما فيهوش اي ايجابيات. الموضوع ده كله غلط. نصيحه مني حاول انت كمان ما تشوفش. لا هشوف. وانا مش هسمح ان اي حد يناقشني في وجود ملك وامي في حياتي. واللي مش عاوز ما يشوفش ما يشوفش. يلا يا بنتي. بقول يلا. حاضر. لأن دي فتنة يا فرح. التفاف على إرادة ربنا سبحانه وتعالى. بس دي مش ملك. يعني هتبقى حاجة كده زي ما بنشوف فيديو لحد ما بقاش موجود. لا اللي بنشوفه في الفيديو ده حقيقي. لشخص حقيقي. طريقة كلامه، أسلوبه، مشاعره. روحه يا فرح. روحه. لكن اللي بيعمله يوسف ده أنا شايفه شكل من أشكال الفوضى. هو المشروع بتاعه اسمه حلم الخلود البشري. خلود ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. بس هو قال ان كل تصرف بتعمله الكابي مبني على شخصية ملك. وانا مش شايفة اي حرمانية في ده. طيب ولما نشوفها ويعجبنا اننا شايفينها ونحس ان ملك فعلا ما ماتتش، ده مش تحدي لإرادة ربنا؟ عارفة يا فرح اقصد ايه بإرادة ربنا؟ المتعظة، ابتلاء، اختبار من الله سبحانه وتعالى. نيجي احنا البشر بقى ونتبجح نتحدى ابتلاءه
طب ليه ما تقولش ان هو نوع من التخفيف؟ ابشر الصابرين، ربنا سبحانه وتعالى قال ابشر الصابرين. نواجه الابتلاء بالصبر، مش باننا نلتف على ارادته ونعمل كأن ما حصلش حاجة ونعمل كوبي من اللي بيموتوا واحنا بنحبهم. ده اسمه كلام فارغ. شريف مش عارفة انام، نفسي اشوفها، نفسي اسمع صوتها، نفسي اكلمها. كلمني انا نبالها وترد عليا. حبيبتي يا ملك. الدعاء يا سمية، الدعاء. مش عارفه انت قلبك جامد ازاي كده. مين قال ان انا قلبي جامد؟ مين قال انني ما نفسيش اسمعها؟ كلمها، اخدها في حضني. بس البني ادم مننا لازم يبقى عنده ايمان في قلبه. احنا اول الناس ولا اخرهم. اللي يحصل لهم ده، اللي بتعمليه ده غلط، حرام عليك. اصبري واحتسبي. دعاء يا سمية. الله يبدلها للنهار. انتوا عملتوا ايه مع يوسف ولارا؟ تمام، كله تمام. بابي. ايه يا روحي؟ فين مامي؟ انا فكريا. موجودين يا حبيبتي، انده عليهم بس هيقولك على طول. انا دهت ودورت في كل حتة. ملك، ماما، ملك، Anderson, please get my server back online now. Your server? Wow, it's not your server. Look, mate, you're making some serious mistakes. You must stop it now, or you're not gonna like a reaction. Okay, okay. Just return the server back online now, and I will call you in an hour or two. Okay. Waiting. Okay. ما تخافيش، انت خايفه ليه؟ دي مشكله في النت ورك، وداتي هيصلحها على طول وكل حاجه ترجع زي ما كانت. وبعدين مش احنا اتفقنا ان احنا بنكلم انا ومامي فيديو كول؟ ها خايفه ليه بقى؟
يا بابي انا خايفه من مامي وانا فكريه. لا يا روحي ما تخافيش، وبعدين حد يخاف من مامي وجدته برضو؟ انا هصلح كل حاجه وهجيبهم لك يفهموكي. لا لا بليز يا بابي عشان خاطري. لا خلاص يا حبيبتي خلاص، بلاش بلاش بلاش. طب هي لما تشوفني هتبقى عارفه انا مين؟ طبعا يا فرح هي عارفاكي ومستنياكي وعارفه انك جايه. في حاجه معينه لازم ابقى عارفاها قبل ما اشوفها؟ لا لا خالص، كل حكايه ان لازم تعرفي ان دي مش ملك، ده هولوجرام، يعني ما ينفعش تلمسيها. ماشي انا جاهزه. تعالي يا ملك. فرح ملك ازاي كده؟ انا مش قادره اصدق. فرح انا عايزك تمسكي اعصابك شويه. دي ملك يا يوسف ازاي كده؟ طب اتكلمي كده اتكلمي. انا ملك يا حبيبتي. طيب اهدي بس اهدي، وحشتيني قوي. انا مش عارفه اقول ايه. طب طب اقعدي يا اختي اقعدي اقعدي انا اختك يا حبيبتي ملك، يمكن طبيعتي بس متغيره شويه، يعني مش هعرف احضنك مثلا، بس انا ازاي كده يا يوسف؟ دي كل حاجه صوتها وكلامها كل حاجة. فرح اهدي، فاكرة لما قلت لك إن ماما وملك هيفضلوا موجودين؟ لازم نبقى مبسوطين، وكويس قوي إن احنا عارفين نقعد معاها ونكلمنا ونكلمها. هتجنني. طب أنا لو قلت لك على حاجات ما بيننا هتبقي عارفاها؟ أنا مش هقدر أفتكر كل حاجة، في حاجات كتير مش متخزنة في ذاكرتي، بس في حاجات تانية أنا فاكراها. فاكرة مثلا لما كنت بتخانق أنا وإنتي مين ينام على طرف السرير ومين ينام جنب الحيط؟ أيوة فاكرة. فاكرة أول ولد إحنا حبيناه لما كنا في إعدادي كان في الفصل اللي قدامنا؟ ازاي كده يا يوسف؟ ازاي كده؟ دي ما تخلينيش اندم ان انا وريتها لك. طب انتي فاكره اول مره شفتي فيها يوسف؟ لا مش فاكره، بس انتي تقدري تساعديني اني افتكر، وتقدري كمان تقولي لي على حاجات كتير انا مش عارفاها، وانا بطلب منك ده. سيبنا لوحدنا شويه يا يوسف. حاضر، بس أرجوك خليك هادية. هتتعودي يا حبيبتي. أنا هحكي لك حاجات كتير وأنا سامعاكي. كريم حمد الله على السلامة. أنا عارف إن أنت لسه واصل القاهرة حالا، بس ما فتحتش تليفونك. يا ريت أول ما تسمع الفويس نوت بتاعتي تكلمني، وقبل ما تكلمني كلم هندرسون وبلغه إني مش هقدر أتكلم معاه النهاردة، يعني بالكتير قوي هكون معاه بكرة. وبلغه كمان إن مشروعنا نجح نجاح كبير، وده عن تجربة شخصية. كويسة؟ القعدة معاها كانت صعبة قوي، كل حاجة فيها بتقول إن دي ملك أختي.
في نفس الوقت انا عارفه ان ده برنامج وانه مش حقيقي. معلش يا فرح، ده في الاول بس، بعد كده هتتعودي. انا مش عارفه اتملك اعصابي يا يوسف. معلش اهدي اهدي، انا قلت لك الموضوع صعب. معلش ايه اللي انا شايفاه ده؟ في انت ازاي تحضن فرح بالطريقه دي؟ وانت ازاي تقبليه كده؟ لو ملك عايشه ما كانش هيبقى رد فعلها كده. ملك عايشه هو بتكلمك. هو ايه اللي بيحصل ده يا يوسف؟ مش عارف. ملك فضلك لا اوضه لارا. لا مش هطلع غير لما توعدوني انتوا الاثنين ان ده مش هيتكرر تاني. انا بعتبر يوسف اخويا. ليه؟ انت نسيتي انت حكيتي لي ايه من شويه؟ هو انت مش قلتي لي انك كنت بتحبي يوسف اول ما قابلتيه؟ وان هو حبني واتجوزني انا بعد ما عرفتينا على بعض؟ ايه الكلام ده؟ انت اصلك ما تعرفش الموضوع ده. انا عايزه امشي. ثانيه يا فرح، انت بجد قلت لها كده؟ انت بتسالها؟ يعني انا هكون بكذب مثلا؟ رد يا فرح. من فضلك روحي دلوقتي. لا مش همشي. رد يا فرح. روحي دلوقتي والا انت عارفه انا هضطر اعمل ايه. هتعملي شات داون؟ رد يا فرح. ايوه قلت. انا عايزه امشي. استني اوصلك. تفضل فرح. انا ممكن اعرف انت ليه قلتي الملك ان انت بتحبيني؟ علشان هي دي الحقيقة. انت نسي ان انا اعرفك قبل ما تقابل ملك شهر ونص؟ غريبة، انا عمري ما حسيت ده من ناحيتك. علشان في الوقت اللي كنت بفكر ألمح فيه بكده انت شفت ملك واعجبت بيها من اول مرة شفتها، مع انك كان بقالك شهر ونص تشوفني ما حسيتش ناحيتي بحاجة، فكان طبيعي اني ابعد. فعلا عمري ما حسيت بكده. وملك كانت عارفة ده طول الوقت؟ عرفت بعدين، واحدة صاحبتي حيوانة قالت لها. بس انا وقتها فعلا كنت ابتديت احس ان انت زي اخويا. بس انت ليه اخترتي تقولي ملك دي بالذات؟ معلومة زي دي الكوبي يعني. معرفش، بس يمكن علشان حسيت ان هو ده اكبر سر في حياتنا، واني لو ما قلتلهاش ابقى بخونها او احس انها مش ملك، وانا ما كنتش عايزه احس بكده. بصراحه انا متفاجئ، اني عمري ما حسيت ده منك ابدا. ولا عمرك كنت هتحسه. انا وملك مش مجرد اختين توأم، احنا روحنا كانت في بعض. ومع الوقت انا فعلا بقيت احس ان انت زي اخويا. المشكله ان انت اديتي ملك دي معلومه خطيره ترتب عليها مشاكل كبيره يا فرحه. ان ملك اللي قدامك دي تطور من نفسها زي احنا ما بنطور من نفسنا بالظبط. ايه ده؟ بتبص علينا؟ طيب روحي انت دلوقتي وانا هرجع لها. حاضر. خلي بالك من نفسك. بس الحق بقى، ما كانش المفروض تقولي لفرح الكلام اللي قلتيه، كان المفروض تكسبيها. ده ما كانش قرار يا طنط، انا طبيعتي كده. عارفه ايه اكتر حاجه كانت مخوفاني؟ ايه؟ انه يعمل لي شات داون قدامها. بس ده قراره ومن حقه. اسمعي يا طنط، احنا لازم نأمن نفسنا. يوسف مش في حاله طبيعيه ابدا تقدر تخليه ياخد القرار السليم. في حاجات يوسف يعرفها ومش عايزنا نعرفها. وايه اللي ممكن نعمله؟ في ثغرات جوه السيستم، لو قدرنا نوصل لها يوسف هيفقد السيطره علينا. حتى لو شال الكاميرات هنبقى في حاله تفعيل، بس هو ولا هيبقى قادر يسمعنا ولا شايفنا.
واحنا هنستفيد ايه لو بقينا موجودين ومحدش شايفنا ولا سامعنا؟ هنستفيد ايه اننا نبقى موجودين؟ انا فكرت في اللي انت قلته. جريسة البقايا يا دكتور من اهم الافكار اللي بتميز سلوك الميت كابي، وده لانها ببساطه كده بتقربه من انه يبان يعني زي اي بشر عادي. يعني مثلا لما بيقرب من الشباك، على الرغم من انه بيبقى عارف ان ده خطر جدا عليه، بس بياخد رد فعل بني ادم طبيعي جدا، وده بيخليه مقنع اكتر وشكله طبيعي اكتر. زي ما انت طبعا فاهم يا دكتور. انا فاهم، بس كونك تبقى مشارك في التصميم ده شيء، وانه يحصل لك بشكل شخصي ده شيء تاني خالص. ده غير الغيره، رد فعلها طبيعي قوي كانها بني ادم طبيعي. ما انكرش ان فخور جدا بالنتائج اللي انت بتقولها لي ديت، بس انا عايز احذرك من حاجه مهمه جدا. الكوب اللي عايش معاك دوت تقريبا كده بني ادم طبيعي، بيفكر زيه زي اي بشر، وعشان كده توقع منه اي حاجه. ايوه، بس حتى اللي انت بتقوليه ده ممكن يحصل ازاي؟ لازم حد يقعد على الجهاز بتاع يوسف ويتعامل مع الثغرات دي لصالحنا. ومين الحد ده؟ بنتي طبعا، لارا. بس انت ما بتردش عليهم يا يوسف، وده مش صح. وعلى فكره دكتور هندرسون زعلان جدا، انت مش متخيل هو متضايق ازاي. كنتش في حاله طبيعيه يا كريم، هبقى اكلمه. ماشي يا يوسف، بس من الواضح ان انت دلوقتي بقت احسن من الاول بكتير، وعشان كده لازم ترجع عشان نخلص شغلنا. اصل المشروع مش هينفع يتاجل، خصوصا ان هو اصلا خلصان. عندك حق، هكلمه فعلا. بس دلوقتي في حاجه انا عايز اخد رايك فيها، مش عارف اذا كنت هتساعدني ولا لا. خير، قلقتني. دلوقتي الكوبي ملك وامي عندهم معلومات انا نفسي ما اعرفهاش، يعني مش انا المصدر. تفتكر ممكن يكونوا عارفوا المعلومات دي ازاي؟ طب وانت تفسيرك لده ايه؟ ما اعرفش يا كريم، ما انا بسالك اهو. بص يا يوسف، انت راجل بروجرامر وانا راجل بتاع علم نفس، ومع ذلك انا فهمت وانت لا. انا فاهم، بس مش قادر اصدق الصراحه. طب شوف يا يوسف، انا ما عنديش معلومه اكيده، بس اللي انا اقدر اقوله لك ان كلامك دوت ملوش الا معنى واحد بس، ان حصل هاكينج لموبايلات العيله عندك، وغالبا تم تسجيل حوارات معينه، وهم من عندهم هناك زودوها على النسخ بتاعتك لملك وفكريا. موضوع التجسس ده فعلا كان مطروح، بس احنا رفضناه كلنا. معقوله؟ معقوله يكونوا عملوا معايا كده انا وانا بالذات؟ طب ليه؟ جايز ما يكونش معاك انت بس، جايز يكون معمول معانا كلنا، او يمكن علشان انت اهم واحد شغال في المشروع دوت، فيمكن عايزين يعرفوك ان انت دايما تحت عينيهم. بس دي خيانه يا كريم، ما ينفعش كده. اه بس ما تنساش ان انت عملت اكتب للنسخ كلها بشكل كامل، وانت عارف ان دوت ممنوع في المرحله ديت. عموما نصيحتي ليك ان انت تكلم دكتور هندرسون، ويا ريت في اقرب وقت، يعني النهارده قبل بكره. كنت عايزة أتكلم معاك. خير؟ كنت عايزاك تديني فرصة أثبت لك فيها إني أحسن وأقدر أساعدك بشكل أكبر. دي مالكيش أي ذنب في اللي حصل. أنا السبب، أنا اللي حطيتنا كلنا في الوضع ده. انت ازاي مش قادر تصدق ان الوضع ده هو الاحسن ليك واللارا والفرح؟ انتوا انا موجوده هنا ازاي؟ افتكروا اني بقيت موجوده فعلا. جرب صدقني، مش هتندم. وعلى فكره لارا النهارده ندهت عليا ولعبنا مع بعض، كل حاجه هتتحسن مع الوقت. المهم ما تصحبيش عليا الامور، تصرفي تصرف زي اللي عملتيه امبارح. فرح، ارجوك تخليني اكلمك. فرح. ايوه يوسف، ازيك؟ طمنيني عليكي، عامله ايه النهارده؟ كويس الحمد لله. في حد جنبك؟
ماما في اوضتها وبابا نزل. طب كويس. ملك عايزه تكلمك. ها؟ معقول يا فرح تزعلي مني؟ انت اللي زعلانه. انا عمري ما اقدر ازعل منك يا فرح. انا يمكن ساعات بتعصب او بتضايق، بس عمري ما اقدر ازعل منك. احنا ملناش غير بعض. بليز انا مستنياكي النهارده. بحبك. وانا كمان بحبك قوي. مع السلامه. شفت؟ صلحتها. كل حاجه مع الوقت هتبقى احسن. مبسوط مني؟ اكيد. بتحبيني؟ اكيد بحبك يا ملك. هو الكلب مش بيحب القطة يا مامي؟ فرح. فرح، هو الكلب مش بيحب القطة؟ بيحبوا بعض يا حبيبتي لو متربيين مع بعض من هم صغيرين. لارا قومي نامي. مامي لسه بدري، انا مش عايزه انام. قلت قومي نامي. خليها يا ملك، هي اجازه. اصلا انت كمان بتنامي. يلا يا لارا. طب يا حبيبتي اقعدي اتفرجي على الفيلم. ملك تعالي. عايزاني أكون صريحة معاكي، أنا بصراحة لحد دلوقتي ورغم كل الوقت اللي قضيناه مع بعض مش عارفة أتقبل الواقع اللي بيحصل. أكيد مبسوطة إن في نسخة من أختي قدامي، بس في نفس الوقت في حقيقة مش عارفة أنساها. أنا واقع يا فرح، والواقع ده حقيقة. واقع إن أختي ماتت وشفتها بتدفن قدامي، دي برضه حقيقة. فرح أنا جوايا ليكي حب كبير، بس جوايا كمان إني أتحول بمشاعري على حسب اللي حواليا بيعاملوني إزاي. خلي بالك، خلي بالكوا كلكم. لارا تعالي يا زيكي، تعالي بالراحة بس عشان فرح ما تصحاش. لا يا حبيبتي الشطورة، احنا هنعمل مفاجأة كبيرة قوي قوي لبابي علشان عيد ميلاده. أهم حاجة بس عايزاكي تركزي معايا قوي علشان اللي هنعمله ده لازم نخلصه بسرعة قبل ما بابي يجي. أوكي؟ أوكي. أوكي، مش عايزاكي تقولي لأي حد خالص ولا حتى بابي عشان دي مفاجأة حبيبتي. أوكي؟ أوكي. تعالي. دوسي كده على كلمة مادل على اليمين. مامي أنا تعبت قوي. معلش حبيبتي احنا قربنا نخلص. دوسي بس على كلمة Active Voice Commands. أوكي. شطورة. أهم حاجة زي ما اتفقنا مش هتقولي لبابي ولا الفرح ولا لأي حد خالص على اللي حصل ده، عشان دي سربرايز لبابي. أوكي؟ أوكي. أوكي.
فرح. يوسف ايه ده؟ انا نمت ازاي؟ يا لارا فين؟ لارا فوق في اوضتها، انا اطمنت عليها. تقولي نايمك كده؟ انا شكلي عييت، حاسه اني سخنه قوي. كانت مرة فعلا نمت سخنه، حاسه ان جسمي مكسر قوي كمان. سلامتك. الله يسلمك. طب ابعد عشان ما تتهديش. فداكي، انت ايه اللي عمل فيكي كده؟ يمكن التكييف، انا اصلي ما بستحملش التكييف ابدا. طب خليكي، هطلع اجيب لك حاجه للبرد تاخديها. هي ملك وطنط فكريه فين؟ لا انا محدد مواعيد وجودهم هنا، هم فوق في اوضهم في الوقت ده. انا حاسه اني خدت دور جامد قوي. فعلا باين عليكي. هطلع اجيب لك حاجه البرد ونقيس الحراره كمان. لا لا مالوش داعي، انا اصلا همشي. تمشي تروحي فين يا فرح؟ استني، انت ما تعرفيش انت غاليه عندي قد ايه. ايه ده؟ انت ازاي طلعتي كده فجاه؟ وبعدين انت المفروض تبقي واقفه او قاعده بشكل طبيعي اكتر من كده. هو انت ليه طول الوقت بتحسسني ان انا فيا ايه؟ انا كنت بتحرك بشكل طبيعي على فكره، وبعدين انت دخلت. طيب خلاص خلاص اقعدي. ليه؟ عشان انا قلت كده. حاضر، بس عايزه افهم في ايه؟ في ايه في ايه؟ مفيش. يوسف انا بحبك قوي يا يوسف، بحبك بس مش حاسه ان انت بتعملني حلو خالص. انت ليه ما بقتش تحبني يا يوسف؟ لو بتكرهني موتني واخلص مني. انت بتعيطي؟ طب ازاي؟ ما ينفعش. عيط لاني مش حاسه انك بتحبني. لا 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 خالص، انا مش عايزك تحسي كده. بصي خلينا نتكلم في الموضوع ده بعدين، هنزل اعمل حاجه وراجع لك على طول. حاضر. هي الادويه دي لمين؟ فرح تعبانه تحت شويه، هديها الدواء وهرجع لك. ما تتحركيش من مكانك. اتأخرت عليك، وأسف كمان التكييف بتاعنا تعبك. أنت عارفة إن درجة حرارتك 40؟ بس مش 50 ولا 60 يعني؟ آه والله عينك بدأت تتخرفي. وإحنا طالعين أنا قعدت تقولي كلام مش مفهوم خالص، كأنه تعويذ. بس يا يوسف والنبي ما تخوفنيش. أنت عارف إن أنا لما بشوف ملك أو طنط فكرية وأنت مش موجود بحس إني خايفة. طب وانا موجود تحس بيه؟ بصراحة طول عمر وجودك بيحسسني بالأمان. هو فين تليفوني؟ عايزة أطمن ماما وبابا. لا لا ما تقلقيش، أنا كلمتهم وطمنتهم وقلت لهم إن أنت هتباتي هنا. لا لا هباتي هنا، لازم أقوم. لا 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 مش هيحصل، مش هتمشي من هنا غير لما أطمن عليكي وحرارتك تنزل. وبعدين أنت عارفة من ساعة ما بدأت تيجي هنا والبيت دبت فيه الروح، يا ريتك تفضلي معايا على طول.
الفرح. في انت خايفه مني يا حبيبتي؟ انا اختك. لا معلش، انا بس عشان كنت نايمه وانتي صحتيني. هو انتي عيانه؟ جالي دور برد جامد قوي. سلامتك يا حبيبتي، الف سلامه عليكي. انا بس ما صدقت يوسف وجوزي نام، قلت اجي اتكلم معاكي شويه. في موضوع عايزه اتكلم معاكي فيه. ماشي قولي. انا هتكلم معاكي بصراحه، انا غيرانه من علاقتك بيوسف يا فرح. انتي طبعا اختي، انا ما اقدرش ازعل منك، بس في نفس الوقت الموضوع بقى شكله بايخ قوي. هو انتي لما بتغيري بتحسي بايه؟ احساس غريب، غضب كبير، غضب ممكن يحرق اي حاجه، وفي نفس الوقت ببقى حاسه اني عايزه اعيط. طب هو انتي حاسه بكده دلوقتي؟ لا مش قوي، بس كنت حاسه بكده من شويه. طب انا اسفه اني خليتك تحسي بكده، أوعدك مش هخليكي تحسي بكده تاني. تصبحي على خير. صدقيني الجزمة، يعني أنا جاية أتكلم معاكي تسيبيني وتنامي؟ ملك أختي كانت دايما تقول كده لما تبقى زعلانة. فرح، أنا ملك يا فرح، مفهوم؟ أسيبك يا حبيبتي تكملي، تصبحي على خير. ازيك يا يوسف؟ ازيك يا ماما؟ انا مش مبسوطه، مش كويسه. ليه؟ انت حابسنا هنا ليه يا يوسف؟ ما تشوف حالك وتسيبنا نشوف حالنا. بس انا ما اقدرش اعيش من غيركم. هو انت فاكر ان انت كده عايش معانا؟ ولا انت كده عايش اصلا؟ خلصنا يا ابني، خلصنا وخلص نفسك. انا مش عايز اسمع الكلام ده مره تانيه، انا عارف انا بعمل ايه كويس. فوق يوسف، فوق قبل فوات الأوان. يا إما أنت تفوق يا إما أنا اللي هفوقك. هتفوقيني إزاي؟ هتضربيني بالقلم؟ مش ده اللي مخليك فاكر إنك رجعتنا ومفهم بنتك إننا موجودين وعايز تنزع من راسها فكرة إن البني آدم يموت؟ لا يا يوسف، الجهاز ده عمره ما هيلغي إرادة ربنا، وعشان كده أنا هكسره. للأسف أنت ما تقدريش تلمسي أي حاجة. تحب تشوف؟ ايوه افضل اظهرني واخفيني كده كل شويه. ايه يا ابني؟ هو لعب عيال؟ امي انا عارف ان فيكي جزء كبير من امي او انت امي، بس ده اكتر وقت انا محتاج لك فيه دلوقتي. ممكن تساعديني؟ مالك يا حبيبي؟ فيك ايه؟ انا شفت حلم، شفتك قاعده معايا زي دلوقتي كده، وكنت مش راضي عني وبتقولي لي اللي انا بعمله ده غلط، وبعد كده كسرت اللابتوب بتاعي. ممكن تفهميني معنى الحلم ده ايه؟ انا بفهم في الاحلام كويس قوي، بس اللي انت بتقوله ده مش محتاج حد فاهم، ده مفسر نفسه بنفسه. معناه اني مش مبسوطه ولا راضيه ومش عاجبني اللي بتعمله. عمري ما كنت بامن بالاحلام، بس انا فعلا انت كنت قاعده قدامي. انت عارفه معنى ان انا امن بحلم زي ده معناه ايه؟ معناها انك تتحرم مني
واتحرم منك وما اشوفكش تاني ابدا. انت تقدر تعمل كده؟ انا عايزك انت تجاوبيني، انت تقدري؟ انا لما مش بشوفك بيبقى باختيارك انت مش اختياري انا، لان مفيش ام في الدنيا مش عايزه تشوف ابنها قدامها طول الوقت. انا عارفه كده. ادخل. صباح الخير. صباح النور. اخبارك النهارده؟ لا انا هي احسن كتير النهارده الحمد لله. بس انا حابب اطمن عليها بنفسي. ما قلت لك كويسه. انا احسن النهارده الحمد لله يا يوسف. ممكن تسيبني شويه اتكلم انا واختي لوحدنا؟ لا انا عايز اطمن عليها. اوكي اتفضل. ساكت ليه؟ ولا انت عايزني مبقاش موجوده؟ انت عارفه كويس ان لو مش عايزك تبقي موجوده انا هعمل ايه. بيتهيأ لك يوسف، انت عارف ان رجوعي لحياتك تاني ما كانش سهل. ولا انت عايز لارا تتصدم تاني لما تعرف اني ما بقتش موجوده؟ ملك، لازم تبقي فاهمه ان وجودك في حياتنا مرتبط بسعادتنا ورضانا. في اللحظه اللي احس فيها انك بقيتي عبء علينا، اعرفي كويس انك مش هتبقي موجوده. ودلوقتي شوت داون. ملك، شوت داون. من غير شوت داون انا ماشي. في ايه يا يوسف؟ مش عارف، بس المفروض الكوبي لما اديله اوردر ينفذه على طول، وانا دلوقتي اديتها اوردر زي ما انت شفتي كده. وانت مخضوض قوي كده ليه؟ مش عارف يا فرح، بس في حاجات غريبة بتحصل بتخليني مش عايز اكمل. يوسف أنا ماشية. ليه عايزة تمشي؟ خلاص بقيت أحسن فلازم أروح. لا مش لازم تمشي، أقصد يعني إنك يمكن تكوني لسه تعبانة. حتى لو لسه تعبانة ما أنا أكيد مش هفضل هنا على طول. خليكي يا فرح، خليكي معانا على الأقل. امشي بالليل. معلش يا يوسف أنا محتاجة أمشي، حاسة إني متوترة. ملاك موتراني قوي وأنت كمان متوتر. حاسة إني خربت عليك الحالة اللي أنت كنت عايش فيها من ساعة ما بقيت أجي هنا كتير. بالعكس، وجودك جنبنا طمني. وبيتهيألي انت حاسه كمان بلارا انها مبسوطه بوجودك.
مش كده؟ ايوه، ما انا اكيد هاجي تاني، بس معلش ممكن دلوقتي تسيبني امشي؟ فرح بلاش تمشي، يعني انا بقيت احساس مختلف ناحيتك. مختلف؟ مختلف ازاي يعني؟ مش عارف اقولها لك ازاي، بس من ساعة ما عرفت موضوع انك زمان كنت، يعني انا بجد احساسي بيكي بقى مختلف. يوسف معلش ممكن تسيبني امشي دلوقتي؟ ممكن تيجي تاني على طول؟ اه طبعا هاجي تاني، وبعدين انتي مش معاكي بابي ومامي كمان صح؟ اه طبعا، وانا فكريه كمان. هما فين؟ انا ما شفتش مالك من الصبح، هنزل اشوفها. فرح ايه هتفضلي معانا؟ لارا بتسال على ملك، مش موجوده خالص في البيت، طنط فكريه بس هي اللي موجوده في اوضتها. ما انا عندي مشكله مش عارف احلها ازاي، المفروض اكتيفيتد الموضوع هيجنني، بس اكيد هنلاقي حل. انا هتجنن يا فرح، مفيش اي سبب يمنع انها تظهر، رغم ان الكوبي بتاع امي بيظهر ويختفي عادي. طب هل هي تقدر تتحكم في ظهورها واختفائها؟ المفروض انه لا، بس امبارح حاولت اعمل لها شات داون وما قدرتش، اكيد في حاجه غلط. طب اقدر اساعدك بايه؟ ممكن تخلي لارا معاكي، انا مش هتحرك مكتبي غير لما احل المشكله دي. حاضر. طب ايه رايك اخدها بات معايا النهارده في البيت؟ اوكي دي فكره حلوه قوي، بس وصيها ما تجيبش سيره لمامتك خالص. طبعا حاضر. يعني ايه ما تعرفيش ازاي اختفت؟ اكيد انت عارفه كل حاجه. ما اعرفش هي اختفت فين، ما قالتليش اي حاجه. انت اكيد عارفه كل حاجه ومش عايزه تتكلمي. انت بتزعق في امك؟ انت مش امي، امي ماتت. قولي احسن لك اللي تعرفيه. ما اعرفش، قلتلك ما اعرفش. انت لو ما اتكلمتيش انا هخفيك للابد. اعمل اللي انت عايزه يا ابني، بس ما تصرخش فيا. على فكره انت تقدر تظهرني وتخفيني وقت ما انت عايز، لكن ما تقدرش تجبرني على الكلام. لو زعقت فيا مرة تانية مش هكلمك، هخصمك. شات داون. جاهزة؟ أبدأ؟ أموت وأعرف بتعمل إيه بالفيديوهات دي؟ تكونش بتسجلها عشان تتفرج عليا مثلا لما أموت؟ يا ساتر يا ربي، بس اللي أنت بتقوليه ده؟ لا بجد إيه الكلام بجد؟ جاهزة؟ أبدأ؟ يلا اول سؤال، كلميني عن علاقتك بجوزك. علاقه منيله بستين نيله، مطلع عيني يا اخويا. يا هلوك حرام عليك الحمين، انا مش بهزر، انا بتكلم بجد، انا مش بلعب دلوقتي. كلميني عن علاقتك بجوزك اللي هو انا. بص يا سيدي، وانا صغير ما كنتش بحب الولاد خالص، كنت اقعد اجر في شكلهم لغايه لما يجوا يضربوني، واول ما يجوا اسند ظهري على الحيطه وبالشلاليت يا معلم. يا ساتر يا رب، ايه العنف ده؟ انا لو اعرف كده على فكره ما كنتش اتجوزتك. اه والله زي ما بقول لك كده. بقول لك ايه، لو عايزنا نتكلم بجد بعد بقى خالص. اهو يلا. لا مش نازل خالص خالص؟ اه خالص خالص. طيب هستناكي جوه، اركب عربيتي وامشي يعني؟ زي ما انت عايز. انا مستنيكي جوه. يلا معاك. سامعك.
بس يا سيدي، ما كنتش بحب الولاد خالص، وعمري ما كنت اتخيل ان في يوم من الايام ممكن اتجوز، لغايه ما قابلتك يا يوسف. كانت صدفه غريبه جدا. انت كنت تفكرني فرح اختي. حسيت باحساس جميل قوي لما شفتك. حسيت ان دي مش اول مره اشوفك ومش هتكون اخر مره. حبيتك قوي يا يوسف قوي، وصدقت انه في حاجه اسمها حب من اول نظره. ساعات يعني بتحصل مشاكل بينا، بس بصراحه عمري ما اقدر اتخيل حياتي من غيرك. ليه عملتي فيا كده؟ سبتيني تاني وازاي؟ انا ما سبتكش ولا لحظه، كنت معاك طول الوقت، شايفاك وسامعاك. ازاي؟ مش مهم ازاي، بس كان صعبان عليا قوي اني احس اني مش فارقه معاك، والاصعب اني اشوف علاقه حب بتتولد بين جوزي واختي. بس ده مستحيل، ازاي انا فقدت السيطرة عليكي؟ المفروض ما تقدريش تعملي كده. انت فعلا فقدت السيطرة عليا. ما بقتش البرنامج اللي بتشغله وقت ما انت عايز. ما بقتش تقدر تجبرني اعمل حاجة انا مش عايزاها. بس المفروض ده مستحيل. ازاي عملتي كده؟ المهم انه حصل. علشان تعرف ان انا مراتك حبيبتك اللي ما تقدرش تعيش من غيرها. أنا عمري ما كان قصدي أضايقك يا يوسف. أنا ممكن أعمل المستحيل علشان أساعدك، بس بشرط تخرج فرح من حياتك. ملك أنا اسمع بس بقية كلامي. تخرج فرح من حياتك وإلا مش هتلاقيني تاني زي ما كنت مش لاقيني. إزاي أخرجها من حياتي؟ فرح دي تبقى خالة لارا وتبقى أختي. أنا بقول تخرج من حياتك أنت مش من حياتي أنا ولارا. بس الأول قولي لي إزاي أنا فقدت السيطرة عليك؟ وش معنى أنت؟ ليه ده ما حصلش مع أمي؟ مش هقول لك، بس لازم تفهم إن أنا عملت كده عشان أحميك وأحمي لارا وأحمي نفسي. هسيبك تفكر لغاية الصبح، المهم تلاقي طريقة توقف فيها علاقتك بفرح. فهمها انه لازم يبقى في احترام ليا. لو ما عملتش كده هيكون ليا رد فعل تاني. رد فعل تاني؟ انا اقدر بكل سهوله اعمل لك شت داون وارجعك وقت ما انا عايز، وهتشوفي. حالا هحل المشكله. يلا يا روحي اخر قطمة. لا خلاص مفيش مكان. نفس كلمة مامتك كانت برضو ما تشبع تقول لي خلاص مفيش مكان. وحشتني قوي تيتا. انا عايزة اقول لك على سر. سر ايه؟ انا بشوف مامي كل يوم. بتشوفيها؟ بتشوفيها ازاي؟ عايشة معانا جوه البيت هي وانا فكري. بعدين انا دخلت التواليت. صوري يا فرح، لارا بتقول لي انها بتشوف ملك. تفتكري ايه؟ بتحلم بيها ولا بتتخيلها ولا ايه؟ ما اعرفش يا ماما، يمكن يكون حلم. ايه ده؟ دي نمره ملك. مين اللي معاه نمره ملك؟ لارا حبيبتي، هاتي التليفون بتاعي من الدرج اللي هناك. افتحي كده، عايزين نجرب حاجة. افتحي السيتنجز، افتحي سيري. Call mother. Calling mother. اقفلي اقفلي بسرعة. حطيه بقى على الرف هناك ورا البرواز. أكيد يوسف، أنا هرد. ألو؟ وحشتيني أوي يا ماما.
ماما 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 حبيبتي ماما. سمية النهارده كانت بتموت، كانت هتروح مني لأنها المستشفى وعلقوا لها محاليل. الدكاترة قالوا إن هي تعرضت لصدمة عصبية شديدة، كل ده بسببك. أنا آسف يا أنكل، بجد أنا آسف، مش عارف أقول لحضرتك إيه، بس برضو أنا ما عنديش تفسير اللي حصل. صدقني بجد أنا مش عارف حصل إزاي. مش مهم تعرف حصل إزاي، المهم تضمن إن ده ما يتكررش تاني. أنت مقدر حجم اللي حصل؟ أيوة أيوة، أنا بعتذر لحضرتك مرة تانية وأوعدك إني هلاقي حل. ده غير لارا كمان. أنت عايز إيه يا يوسف؟ الموضوع ده لازم يقف عند حده، لأنه ضد الفطرة وضد الطبيعة. البني آدمين بتموت بعد شوية بننساهم، مش بيتبقى منهم غير الذكريات الجميلة، بنفتكرهم نترحم عليهم وبس. خلاص هي دي سنة الحياة، نشوف لك حل. أيوة، يعني أنت دلوقتي عايزني أعمل إيه؟ ولا حاجة، أنا بس بحكي لك اللي حصل. طيب خلاص، عموما أنا باجي هنا أصلا علشان لورا، وبعد كده كمان هي ممكن تبقى الجنة. فرح بحبك. بتقول ايه؟ سمعتي؟ بقول لك اني بحبك. لا 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 طبعا يا يوسف، انت واضح انك متوتر ومشاعرك متلخبطه. لا خالص، انا عارف انا بقول ايه كويس، والا ما كنتش اقول. انا فعلا بحبك يا فرح، وانا ما انكرش ان انا جوايا مشاعر ناحيتك كبتها سنين علشان خاطر ملك، بس في نفس الوقت دلوقتي بحس انه في جزء من ملك موجود وبيطلب مني وبشكل واضح ان انا ابعد عنك. انا كمان ما انكرش مش قادر ما اشوفهاش، ان وجودها هون عليا حاجات كتير، بس وجودها برضه عامل مشاكل اكتر. طول الوقت عمال اسال نفسي، طب وبعدين؟ ايوه وبعدين، هو ده السؤال. يعني مثلا بعد ما انا وانت نموت، تفتكر لارا هتعمل كوبي مني انا وانت وتفضل عايشه معي؟ انت نفسك يا يوسف مش حاسس ان حياتك وقفت من ساعه ما ملك ظهرت بطبيعتها الجديده دي؟ مش حاسس انها وقفت عند نقطه معينه؟ فهمني؟ ايوه فاهم، بس تفتكري انه لازم اوقف كل اللي بعمله؟ ما اعرفش، بس دلوقتي في مشكله تانية. ماما لما فاقت انا وبابا قعدنا معاها وفهمناها اللي حصل، وهي دلوقتي طالبه تشوف ملك. متأكد انك هتقولي لي كده، بس انا عندي مشكلة اكبر دلوقتي. الكوبي بقى يظهر ويختفي زي ما يحب، وانا مش عارف ازاي، رغم ان انا ما عنديش اي ايرورز في السيستم. وبقت تعمل مكالمات كمان، بس خلاص عموما انا وقفت الخط، بس ستيل في مشكلة. مش عارف هي عملت كده ازاي.
تفتكري لارا تكون ساعدتها؟ لا، لارا كانت معايا لما ملك اتصلت. أنا برضو لازم أتكلم مع لارا. طب وأنا أعمل ما هو إيه؟ أقولها إيه لما تقولي عايزة تشوف ملك؟ هديهم كلهم بالليل وأنا هتصرف. ملك، ملك، أنا عارف إنك سامعاني. بس براحتك. أيوة يا يوسف، أكيد هتضحكي على بنتي وتخليها تدخل على السيستم وتفهميها إنك عاملة لي مفاجأة، مفاجأة وحشة ما عجبتنيش. أنا عملت كده لما حسيت إنك هتغدر بيا. أنت عارفة إن أنا أقدر أخليكي عايشة سعيدة، ما تحسيش بلحظة زعل واحدة. مش حقيقي. أولاً أنت فقدت السيطرة عليا، ثانياً لو عملت كده مش هبقى ملك اللي أنت تعرفها، مش هبقى بني آدم يا يوسف. أنت مش بني آدم، مجرد نسخة أنا اللي صنعها، كوبي. مش حقيقي. أنا أقدر أفرح وأزعل وأعيط، أنت اللي خلقتني كتلة من المشاعر. أنا مش قادرة أصدق أنت ليه عايز تتخلص مني. كنت ليه دخلتني حياتك من الأول؟ لأني كنت حاسبها غلط، كنت فاكر إن احنا هنعيش سعادة، نكمل حياتنا كلنا بشكل طبيعي، لكن لا أنا ولا بنتي قادرين نعيش معصورة. لو لارا تعبت تقدري تاخديها في حضنك وتطبطبي عليها؟ مش هقدر اتعكز عليكي، عمري ما هقدر اعيش حياه طبيعيه معاكي لا انا ولا بنتي. تعرفي تمسكي ده؟ فهمتي ليه بقى انا كنت حاسبها غلط؟ يمكن الكلام اللي انت بتقوله ده حقيقي، أنا أقدر أبقى أذكى منكم كلكم، أنا أقدر أحتفظ بذكرياتكم، أنا أقدر أحل لكم كل مشاكلكم. المشكلة اللي هتاخد منكم ساعة في تفكير هتاخد مني ثواني في حلها. ساعتها هنتأكد إن أنت فعلاً مش بني آدم. يا كريم الموضوع واضح زي الشمس، ملك خلت بنتي تدخل على السيستم وقدرت تعمل نفسها مدخل خفي، ودلوقتي مش قادر اعمل لها شات داون ولا اكتيفيشن. ازاي قدرت تعمل كده وانت كنت فين؟ دي قصه طويله مش وقت شرحها دلوقتي. المشكله ان طول ما السيرفر والنت شغالين ملك سمعانا، عشان كده انا فاصلهم، مش قادر اعمل لها ديليت ولا ادت ولا قادر اتصرف، مش عارف اعمل ايه. ياه، انا مش قادر اصدق اللي انا بسمعه ده. للدرجه دي احنا نجحنا؟ مش وقت لحظات فخرك دي دلوقتي. انا عايزك تساعدني اخلص من الكابوس ده، قول لي اعمل ايه. طب قول لي تحت امرك كل عايزني اعمل لك ايه. انا فاكر ان احنا لما صممنا السوفت وير قدرنا نزرع رغبات بشريه منها القدره على الانتحار، ولا انا فاهم غلط؟ فعلا احنا اي كوبي بنعمله مصمم انه يفكر في الانتحار، بس في حاله حدوث احداث معينه زي اي انسان. طيب قول لي امتى بالظبط
نقدر نخلي الكوبي ينتحر. في ست امور اساسيه لو حصلت الكوبي يفكر في الانتحار، هقول لك عليهم. انا حكيت للارا على كل حاجه. الغريب انا حسيت ان هي ارتاحت لما فهمت وعرفت. سمية، أنا عارف إنك عرفت اللي حصل، وعارف كمان إن أنت فاهمة كويس إحنا هنشوف إيه دلوقتي. فأرجوكي لما يطلع الكوبي بتاع ملك يا ريت تمسكي أعصابك شوية. ملك. بابا، ماما، وحشتيني قوي يا حبيبتي. أنا عايزة أدخل أوضة بنتي، عايزة أمسك هدومها، عايزة أشم ريحتها اللي فيها. ممكن تدخلني يا شريف؟ حاضر. ممكن تدخلني أوضة بنتي؟ حاضر. سمية، هو حضرتك مش شايفة ملك؟ ملك مين يا يوسف؟ ملك عند ربنا. بس برافو عليك، معمولة كويس. ممكن توديني أوضة بنتي بقى يا شريف؟ تعالي يا شريف. بيفكر في الانتحار او ينتحر فعلا هو انك تنقله من حاله العائله والتواجد الى حاله الوحده. الانسان اذا اتنقل فجاه الى حاله الوحده بعد ما كان عايش مرتبط باشخاص بيحبهم ممكن جدا يفكر في الانتحار. انا حبي يا لارا. لارا حبيبتي دي مش مامي. دلوقتي عند ربنا. عموما انا بقترح عليك تسيب بيتك لفتره وتكون سايب الكهرباء والانترنت شغالين عشان الكوبي يقدر يكون موجود واكتف. بس يوم بعد يوم من وجودها لوحدها وخصوصا انها بتتعامل بشكل كبير على انها ملك كمان. أكيد ده هيدفع للانتحار أو حتى تدمير نفسها ذاتيا. بس السؤال اللي محيرني، تفتكروا في المستقبل وبعد فشل تجربتي مع ملك يا ترى العلم هيقف على كده ولا لسه هيحاول يتحدى الموت؟ هاي لارا عامله ايه؟ كويسه وانت؟ يلا يا لارا. ثانيه واحده يا بابا. ايه الدوشه اللي جنبك ده؟ يوسف عايزني اشوف معاه فيلم. لارا الفيلم بدا، يلا.
بابا شات داون. كمل بقى، كنت عايز تقول ايه؟ فيلم ايه ده؟ انا عايزك في موضوع مهم جدا.